طيب، بسم الله الرحمن الرحيم. اليوم في عجالة كده هنتحدث عن المشروع التطبيقي. كان وعدناكم انه نتكلم عن المشروع، وكان رفعنا المشروع في بداية الكورس لو تذكروا، باعتبار ان المشروع كان فرصة لتطبيق ما درسناه في المادة. نذكر الناس، المشروع كان انه المفروض نوفر شبكة لإحدى الولايات، وكان الولاية هيختار كل طالب الولاية بناء على رقم تسجيله. وكان بنتكلم عن يجب انه نتوفر نتقدم على نتعرف على خدمات الاتصالات في تلك الولاية، ونربط المحليات بتاعة الولاية. احنا كان السكوب بتاعنا والليميتيشنز يعني نربط رئاسة الولاية بمحلياتها، ما كنا بنتكلم عن داخل المحلية عشان ما يكبر منا المشروع كتير يعني. وكنا بنتكلم عن انه في رابطين، رابط اساسي ورابط احتياطي، ويعمل الرابطين بيعملوا في نفس الوقت الاستغلال الأمثل للرابطين، وإنه في مركز لإدارة الشبكة فيه السيرفرز يقع في رأس الولاية، وفيه المخدمات باعتبار إنه يكون عندنا مركز بديل. اقتراح مركز بديل ديزاستر ريكفري سنتر عشان نقدم الخدمة في حالة التعطل المركز الرئيسي. والمركز البديل عادة بيكون فيه المخدمات طبعا، وهنا بتكلم عن المخدمات الأساسية اللي هي تعمل في الشبكة، اللي هي داتا بيس سيرفر للاي ار بي سيستمز وما شابه، بريد الكتروني، ويب سيرفر الى اخره. يعني انا بقرا المتطلبات اللي كان انتوا تخطط لكم في الموقع منذ مدة يعني. وبالتالي احنا محتاجين نعرف ساعة الربط اللي هيتم توفير خدمة الانترنت فيها لأجهزة المحليات وأجهزة الرئاسة، ونصمم اللانس طبعا والسويتشز والراوترز. وبنتكلم عن لو بروكسي سيرفر اللي هو الناس بيخش له على الانترنت يعني، والدي اتش سي بي سيرفر، واي مخدمات اخرى على مستوى الرئاسه والولايه، رئاسة الولايه او المحليات تراها في التصميم. وبالتالي دعنا نشوف الراوتينج تيبل عشان نطبق فيه الراوتينج تيبل لكل الاجهزه، الراوترز الموجوده في المحليات، والاجهزه هتتعامل كيف في للوصول للشبكه. وبالتالي دعنا الاي بي ادريسنج المختلفه. وكان الفكره بتاعتنا في التصميم عشان ما يكون في تكرار للمشروع يعني لطلاب محددين، كان القصة راندم لي برقم تسجيلك بتقسم على 18 وتجيب باقي القسمة. رقم تسجيلك طبعا بتشيل منه كله أي حروف إضافية زي زول كاربيت أو ترانسفيري أو كده، الحروف الوردية ما معانا. بنقسم رقم الجلوس، رقم التسجيل بتاعك عفوا، على 18، وبالباقي من المود حسب الجدول بتكون عندك واحدة من الولايات. عشان كده الولايات مسماه من 0 لحد 17، لأنه حسب القسم على 18 دايما موده من 0 ل 17. وقلنا إن زول يجيب الفرضيات المختلفة. كان هنا انتهى الملف الأول اللي رفعناه، اللي ده نتكلم شوية عن بعض التوقعات المتوقعة في المشروع يعني. كل زول طبعا حسب اجتهاده، في ناس انتهوا من المشروع، في ناس لسه في مراحل بدائية في المشروع. اتكلمنا في المحاضرة، وحسب طلبكم يعني انه نلقي الضوء اكثر عما هو متوقع في المشروع. متوقعين طبعا المشروع فيه ورقة بتاعة غلاف خارجية بتحدد الجامعة والكلية والقسم اللي انت فيه، واسم المشروع واسم الطالب ورقم تسجيله طبعا عشان نتحقق من رقم التسجيل، وان الباقي رقم قسمة التسجيل على 18 فعلا هي الولاية المعنية عشان نتأكد انه التزم بالولاية اللي وقعت له حسب قسمته يعني. متوقعين في التقرير مقدم عن الولاية، معلومات عامة عن الولاية فيها يعني شكل العام للولاية، مساحتها، موقعها قاعدة وين، الجغرافيا بتاعتها، التضاريس، الحاجة اللي بتميز الولاية دي عن غيرها. وطبعا الكلام ده مهم ليه؟ لأنه دارينه في نص صفحة، وده مهم لما نتكلم عن التضاريس وكده، لأنك أنت في الآخر لما هتيجي تعمل التصميم يعني الولايات اللي فيها جبال، ولاية شرق السودان وكده، التصميم لما نيجي نعمل شبكة وايرلس بتكون مشكلة طبعا بالنسبة لها. بتحتاج طبعا تعرف برضو في الكلام عن الولاية لو في أي عوامل بتؤثر في عملية الربط في الولاية، زي ما قلنا ولاية فيها نهر في النص ماشي، ولاية طرفية ما فيها خدمات الاتصالات إلى آخره. طيب دي متوقع لنا باراجراف أو باراجرافين يعني في فقرة محدودة ما بتتجاوز نصف الصفحة. بعدين بنتكلم عن رئاسة محليات الولاية، دي برضو معلومات أنت هتجيبها من الويب سايت من خريطة السودان، دي فرصة تتعرف على بلدك يعني في الولاية اللي انت هتختارها. ده بوضح رئيس الولاية والمحليات أسماءها ومواقعها وبعد عن المركز وعن بعض البعض عشان سنة واحدة. بعدين في الربط قد نضطر نعمل كل زول في الديزاين بتاعه قد يضطر يعمل ستار توبولوجي، يبقى كل المحليات هترتبط برئاسة الولاية.
ممكن بعض من الآخرين يقول لا ما فول ستارت، بولوجي في حتة انترميديت بتربط، يعني هنربط من الرئاسة لإحدى المحليات ثم من المحلية إلى محلية أخرى. فبنحتاج الجدول اللي يوضح المسافات بين الرئاسة والمحليات وبين المحليات وبعضها البعض، عشان لو هنعمل بعدين ربط اللاسلكي في شبكتنا. أكيد هنخط خريطة مناسبة للولاية، بس نشيل جوجل تسقط فيها المحليات الموجودة وتوضح الرئاسة والمحليات وتحطهم في جدول عشان يعينك في التصميم، عشان بعدين لما هتصمم هتكون بتستخدم هذه المسافات في عملية التصميم. طبعا قبل ما نخش في تصميم الشبكة بنشوف الـ requirements زي ما قلنا في المحاضرة، والـ requirements بيديها لنا الناس اللي قاعدين في الولاية، واحنا مضطرين هنا ما هنمشي للولاية عشان نسأل ناسا، هنضطر نضع الـ requirements برانا. الوثيقة حطت لك عدد من الـ requirements، وانت يو اد مور according للافتراضيات بتاعتك اللي انت هتعملها في السوليوشن بتاعك. في مطالبات أساسية اتقالت في المستند الأساسي، مش كده؟ اللي هي حول مستند معلومات أساس مطلوبات أساسية لازم تستكملها وتضعها في شكل فرضيات، وكأنك زرت الولاية وحددت المطلوبات. المستند حدد مخدمات يجب وضعها في مركز بيانات الوزارة، ومعظمها يجب تخصيصها على إنترنت دائما له، زي الويب سيرفر والدي إن إس سيرفرز والإيميل سيرفر وإلى آخره. وفي مخدمات محلية زي الدي اتش سي بي والنات سيرفر إلى آخره، فأنت بالتالي لازم تحط لك قائمة فيها كل المخدمات الموجودة المفروض تكون موجودة في الرئاسة والموجودة في الموقع الرديف، وده طبعا بعد ما تتعرف على أنظمة قواعد البيانات الموجودة في الولاية، لأنه أكيد الولاية هيكون فيها اي ار بي سيستم في المنظومة المالية والإدارية، وفي أكيد في فيديو كونفرنسينج سيستم عشان الناس يعملوا فيديو كونفرنس مع بعض، وفي أبلكيشن سيرفرز لحاجات سيرفر للصحة، سيرفر للتربية، سيرفر للأراضي، الموية، الكهرباء، غيره من المخدمات. فإذا في سيرفرز بتقدم الخدمة داخل الولاية فقط، وفي سيرفرز بتقدم الخدمة للإنترنت، فيجب إنك تتعرف هذه السيرفرز عشان بعدين هتبقى تدي عناوين وتمكن الناس للوصول إليها. طبعا زي ما قلنا في سيرفرز ما هتطلع في العالم الخارجي، وفي سيرفرز هتكون اكسسبل فقط، دي كده بالغلط معلش، في سيرفرز ما هتطلع العالم الخارجي، وفي سيرفرز هتكون اكسسبل فقط يعني من داخل الشبكة، وفي سيرفرز هنطلع بيها لشنو؟ للعالم الخارجي. بنتوقع طبعا في التصميم انه في ديزاستر ريكفري سنتر هنقدم الخدمه منه في حال توقف الخدمه من المركز الرئيسي، وده اللي انت بتشوف الديزاستر ريكفري سنتر جايد لاين. طبعا انت ممكن تخط الديزاستر ريكفري في احدى المحليات او تخطه في واحد من الداتا سنترز بتاعت شركات الاتصالات، يعني تخطه في الكلاود او غيره، لكن يجب انت تحط الفرضيات وتحدد لنا الديزاستر ريكفري موجود قاعد وين، وتدينا المتطلبات المفروض تكون موجوده في الديزاستر ريكفري. زي ما قلنا ده مطلوب يكون في خدمة إنترنت في للطرفين، أتوقع ويوتا يختل لتقديم الإنترنت على ألا تتوقف، سوري هذه على ألا تتوقف الخدمة إذا انقطع أحد الروابط، يعني أنت يكون عندك تو لينكس وبالتالي واحد فيهم قد ينقطع لأي سبب من الأسباب، الرابط الثاني يوفر خدمة الإنترنت. according للمتطلبات اللي فوق انت بتكون خرجت بمتطلبات للربط، يعني لكل لينك من الرئاسه للولايه او من الولايه لولايه اخرى حسب الديزاين اللي انت بتعمل، انت هتعمل ستار ولا هتعمل مش توبولوجي ولا هتعمل مزيج بين الاثنين ولا هتعمل رينج توبولوجي، حسب التوبولوجي اللي هتربطها المحليات بتاعتك بتحدد في كل لينك من اللينكس الموجوده دي الساعه المطلوبه للربط حجمها كيف. طبعا دي requirements، وفي التالي ال requirements انت بتكون خدت حد ادنى لساعه الربط الشبكي عشان الخطوه الجايه هتكون الربط الشبكي. فانت في ال requirements ما تكون يعني greedy، ما تكون صعب في تحديد ال requirements وتزيد ال bandwidth المطلوبه ما تقدر تحققها في الديزاين تحت. فانت طبعا لو ادوك لا ما لا نهايه bandwidth ده ممتاز، لكن ما تنسى البادجت المطلوبه من ذلك. فانت بالتالي في الديزاين بتقول والله الفيديو كونفرنس، طبعا المعلومات المطلوبه يعني في الفيديو كونفرنسنج يعني لو بتاخد لك نص ميجا بت بير سكند كفايه للسيشن بتاعت الفيديو كونفرنسنج، فتشوف داير الفيديو كونفرنسنج كم نفر هيتكلموا في نفس اللحظه مع بعض، تحاول تحسب الباندويث للفيديو كونفرنس، الباندويث للابلكيشن دايره كم. طبعا احنا بنتكلم دايما في تيرم بتاع داتا سيرفرز الحاجات بتتكلم عن ميجا بت بير سكند، يعني 1 2 3 4 كده، يعني حاجات زي دي تضعف في الفرضيات بتاعتك عشان تجي توفرها في الربط الشبكي. انت طبعا مفترض مرحلة الفرضيات يعملها تيم ويقعد مع الولاية ويعرف متطلباتهم،
وينزلها. احنا الان بنحط الفرضيات حسب ما هو متاح في الوثيقه بتاعت المشروع. الربط الشبكي طبعا جزء من اهم اجزاء المشروع، وطبعا ده بيحاول تحدد طريقه الربط بين المحليات ورئاسه الولايه، مستخدمين طرق الربط المتاحه في المتاحه اللي درسناها في المقررة. طبعا هي في النهاية طرق الربط المتاحة بتكون أيزر وفرتها شركات اتصالات تأجر منها يعني، أو ربط بتربطه أنت براك، اللي هو تحديدا إنك تجر مايكروويف لينك ولا ليزر لينك زي ما إحنا قلنا يعني. وطبعا البديهي إنك أنت تقوم تعرف وحدة خدمة الربط الشبكة اللي بتوفرها شركات الاتصالات في المنطقة دي يعني، باعتبار إن لو في شركات اتصالات بتوفر خدمة من الأفضل إنك أنت واحدة من وسيلتي الربط تكون عن طريق تلك الشركة طبعا مش كده، والثانية تقوم تعمل ربط براك. طبعا الطرق اللي درسناها ما بعدنا بادية من انك انت منطقة قريبة جدا تربطها باكسلاك نحاسية مرورا باوبتيكال فايبر، لو انت بتقدر تمدد كوابل للمنطقة المطلوبة يعني مساحتها فيزيبلي اكسبتابل، ومرورا بالوايرلس لينكس المختلفة، ومرورا بالواي ماكس سوليوشنز اللي قلناها زي ما قلنا، حتى الفور جي بتوفر شركات الاتصالات ممكن نستغلها في هذا الامر، وعاده بيكون الخيار الاخير للمناطق التي لا تغطيها شركات الاتصالات هي الساتلايت. وده ناقشناه في المحاضرات، يمكن ورينا وسائل الربط المختلفه وميزه وعيب كل زول. المهم الوسيله اللي انت بتختارها يكون في جستيفيكيشن لاختيارها، السبب وشنو الجستيفيكيشن اللي انت عملته يعني، ما تخط عليهم طريقه ربط ساكت من غير ما توري التفسير لهذا الامر ولماذا اخترت هذه الطريقه. قلنا زي ما قلنا ما عشان الربط يكون مقبول لازم يكون في على الاقل رابطين لكل محليه للاتصال بالرئاسه، سواء اتصال مباشر او غير مباشر، وفي طريقتين للحصول على خدمه الانترنت من 2 ISPs مختلفين، ولازم تحدد الساعات الموجوده في كل رابط مقترح. طبعا في الحته دي انا بتوقع رسومات توضيحيه توضح الرابط الاساسي والرابط الاحتياطي والتقنيات المستخدمه في كل منها والساعات اللي بيفترض التصميم، يعني يكون في رسمه لوجيك دايجرام كده بوري المحليات في رسومات في شبكات صغيره صغيره كده او مباني صغيره مخطوطه في الورقه، وفي الربط الموجود بيناتهم وسعه هذا الربط والتقنيات المستخدمه فيه. بعد ما خلصنا الربط الشبكي بنمشي طوالي بعد كده للشبكات المحليه. طبعا هنا الرسومات اكيد مهمه جدا في الحته دي. في الشبكات المحليه طبعا يكون عندنا شكل داخلي للشبكات المحليه، ودي بتعتمد على انك انت هتستخدم شنو من انواع شبكات الربط الداخل الشبكات المحليه اللي بتربط المكاتب داخل المحليه يعني، فدي بتكون في اتوقع تكون بالرئاسه شبكتان، واحده للمخدمات واخرى للمكاتب الاداريه. يعني لو خد في رئاسه الولايه غالبا رئاسه الولايه دي يكون فيها مكاتب حسابات وشؤون افراد ومخازن وهلم جرا، دي بنعمل لهم شبكه محليه، بنعمل لنا شبكة تانية عبارة عن السيرفر اللي هي السيرفرز مش كده، فبالتالي يكون في شبكتين في الرئاسة. أكيد الشبكة بتاعت الموظفين بتصل لشبكة السيرفرز زي ما المحليات بتصل لشبكة السيرفرز. بنكون عايزين نعرف كل شبكة مكونة من شنو، معمولة من ايثرنت من واي فاي إلى آخره، وبالكوابل المستخدمة لو أنت تستخدم فايبر تستخدم يو تي بي إلى آخره، وأي مخدمات موجودة في الشبكة وأي تجهيزات هتشوفها ضرورية للشبكة مثل بطاريات حفظ الطاقة اليو بي اسز وغيرها، باعتبار انه عندك سيرفر روم زي ما قلنا في رئاسه الولايه فيها سيرفرات كثيره، واكيد عندك ديزاستر ريكفري زي ما قلنا برضه يكون في عدد من السيرفر لو بقى موجود في احدى المحليات، وهيكون عندك اكيد في كل محليه غرفه صغيره فيها سيرفر على الاقل، اكيد في كل محليه في غرفه فيها راوتر وفيها مثلا دي اش سي بي سيرفر لو انت هتوزع عناوين استاتيك داخل تلك الولايه المحليه يعني، ويكون فيها ناتينج سيرفر مثلا لو انت بترى ذلك، ويكون فيها دي اتش سي بي سيرفر زي ما قلنا، ويكون فيها بروكسي للدخول للانترنت وهكذا يعني. طيب الجزء الثاني المهم جدا الاي بي ادريسز، طبعا لازم يوضح التصميم عناوين الانترنت اللي هيستخدمها في كل اجزاء الشبكه في المحليه في كل محليه وفي رئاسه الولايه، سواء في شبكه السيرفرات او في الشبكه بتاعت الموظفين يعني، واكيد هيكون في مدى رينج محدد لكل محليه، واكيد العناوين الجلوبال هتاخدها من شركات الاتصالات الاي اس بي اللي انت هيديك اي بي ادريس رينج للشبكه، وهنا انت بتفترض هذا الادريس رينج، يعني هتفترض ان الشركه ادتك الرينج الفلاني وهو جلوبال اي بي ادريس، اخدته من عندك يعني ايا كانت قيمته يعني.
وهنا سوري وهنا يجب اننا نحدد العناوين اللي هيتوزع على الاجهزه والمخدمات وطريقه تخصيص او توزيع تلك العناوين. ودي بتستخدم غالبا تستخدم تتطلب مخدمات خاصه زي ال DHCP سيرفر. لو انت هتوزع العناوين دايناميكلي ما ستاتيكلي، تدي كل جهاز من عندك عنوان هياخدها من ال DHCP سيرفر، وده الشرح زي ما قلنا في باب الناتينج الشرح، والبروكسي سيرفر اللي هو عن طريقه انت بتقدر تخش شبكة الانترنت. خلاص، وبنختم بالراوتينج تيبلز اللي هو الراوترز والراوتينج تيبل. يكون عندك راوتر اكيد في كل محلية، وهتنزل لي الراوتينج تيبل بتاع كل واحد من هذه الراوترز، بتوري اللي هو سواء في رأس الولاية او في المحليات، وتحدد العناوين بتاعت الراوتر الجلوبال ادريس واللوكال ادريس بتاعه، وتكتب الراوتينج تيبل بكل واحد من هذه الراوترز في الاساينمنت بتاعك. نختم بالمخدمات طبعا، وان في التصميم فيه السيرفرز، اتوقع سيرفرز اكون في ليست يعني في السيرفرز اللي هتستخدم في الشبكه بتاعتنا اللي هو ذكرناها الان في الحكي بتاعنا ده يعني. سواء تلك المخدمات بتقدم خدمه عبر الانترنت زي الويب سيرفر والايميل سيرفر، او الشبكات المحليه زي البروكسي سيرفر والنات سيرفر والدي اتش سي بي سيرفر وغيرها، مع تحديد دقيق لعناوين تلك المخدمات سواء العناوين المحلية أو العناوين العامة اللي هي الجلوبال أدريس بتاعت تلك المخدمات. التوصيات العامة بتاعتهم يقول إنه حاول تستخدم الرسم كلما كان ذلك ممكنا، خرائط، رسومات البيانية، رسومات توضيح الروابط إلى آخره. ودي طبعا I encourage you to use them and this will be يعني help will help you to get better marks في البروجكت. الافتراضات افترض ما تراه مناسبا، التطبيقات اللي في الشبكة، العناوين، لدي لك مخدم الانترنت والجلوبال ادريسز وهكذا. فالدي انت بتحط الفرضيات المناسبة، بتقول انا افطر في الحتة الاولى بتاعت الفرضيات في البداية، وتحاول تطبق اللي درسته في المقرر حتى لو ما ذكرناه في الموجهات اعلى. يعني مثلا الموجهات اعلى ما جابت سيرة الاي بي فيرجن 6، اما اسيومنج انت شغال بي اي بي فيرجن 4 طبعا. لكن لو بتخد حاجه عن الاي بي فيرجن 6 مثلا، تاخد حاجه عن الفي لانس، تاخد حاجه كل ده اللي درس في المقرر حاول تنزله في هذا المشروع. وطبعا كل ما خدت فرضيات اكتر في مرحله التصميم كل ما كان ذلك افضل في المشروع. يعني فصل في الفرضيات اكتر عشان تقدر تريح نفسك في التصميم وتعمل تصميم مناسب للولايه المعنيه. دي موجهه، دي خطوط عامه يعني، لانه بعض زمايلكم طلبوا نتكلم عن شكل عام للريبورت المطلوب. حتى انا بتكلم عن الصفحات، قلت لهم ما هنقدر نتكلم عن عدد الصفحات يعني. انت بعد كده كل ما استخدمت الرسومات اكتر كل ما كان افضل، حاول تقلل الكلام. الرسومات هي اللي بتعبر عنك، الجداول بتاعت العنوان والراوتنج تيبلز هي اللي بتعبر عن التصميم اللي انت عملته بصوره افضل. انا اتمنى انه الفيديو ده مع الملف الجديد اللي هرفعه لكم في الموقع بتاع الكورس يساعدك في انك انت تستكمل البروجكت. والبروجكت طبعا قاعد معاكم فتره طويله يعني، اكتر مره يمكن الظروف هيئت انه يكون قاعد معاك فتره طويله عشان تفكر فيه. اتمنى ان استلم بروجكت تعكس استفادتكم من الماده، وتقدروا تسقطوا فيها كل ما تم تدريسه في الماده بصوره واضحه يعني في هذا المشروع. امنيت لكم بالتوفيق ان شاء الله، ولو في اي سؤال ان شاء الله نستقبل مع بعض في المحاضره مع الشباب.